يعني تاني بس تاني كلنا نتمنى طبعا، نفسنا يرجع المنتخب واسم مصر بالعناصر الموجوده باللعيبه اللي موجوده بصراحه بكل امانه، العناصر الموجوده كلها على اعلى مستوى، وممكن نعمل كوره افضل من كده، ممكن نحقق نتائج افضل من كده. احنا كمان خلي بالكم يا جماعه، احنا ما بنلعبش الجزائر ولا غانا ولا كوت ديفوار ولا زامبيا ولا يعني في حتى ده المستوى اللي انا متابع طبعا كل المباريات. الجزائر مكسره الدنيا، انت بتتكلم على غانا مكسره الدنيا، الجزائر 3 ماتشات بتسع نقط خلاص اتاهلت بشكل او باخر، بتتكلم على فرق كبيره جدا. المستويات في افريقيا ما بقتش زي زمان، لكن لا يزال طبعا المنتخب المصري بعناصره بلعبته بجهازه الفني المفروض نكون في حته افضل من كده. ان شاء الله باذن الله الكلام دوت يترجم لايجابيه، الكلام يترجم ان شاء الله الفتره اللي جايه بروح معنويه وروح قتاليه ان شاء الله في المباراه اللي جايه يوم الثلاث. 3 نقاط ان شاء الله هيحطونا على راس المجموعه، وبالتالي هيكون عندنا كمان الفتره اللي جايه مطمنين جدا جدا على منتخبنا القومي. وزي ما بقول لكم الاجواء هتكون صعبه هناك، لان ليه صعبه هناك؟ لان زي ما بقول لحضراتكم يمكن سافرنا هناك في توجو كان بعت رساله تحذير او رساله بتقول خلي بالكم يا جماعه الاجواء هناك الرطوبه عاليه جدا، عندنا امطار شديده، عندنا يعني الحاله الايجابيه اللي قالها ان هو كمان في ملعب نجيل طبيعي وده بيساعد اللعيب. اعتقد طيب. معانا دلوقتي السفير يعني معانا طبعا السفير حسام حسين معانا على التليفون بسبب طبعا الاجواء. سعاده السفير اولا برحب بحضرتك، ولو تطمنا كده بدايه عن الاجواء في لومي تحديدا المدينه اللي هتستضيف المباراه ان شاء الله. اهلا بحضرتك واهلا بالكابتن هاني. وهيك الفريق وصل من حوالي ساعتين والحمد لله الاجراءات يعني كانت ميسره. بالنسبة للمدينة، هي المدينة حضرتك مدينة صغيرة يعني عاصمة أفريقية صغيرة، عدد السكان حوالي 2 مليون. المدينة يعني آمنة إلى حد كبير، بس طبعا مع اعتبارات بقى الكورونا وكده فيعني الحركة فيها شوية يعني من قدر من المحدودية للاحتراس والاحتضار والكلام دوت. بالنسبة حضرتك للجو، هو الجو يعني جو استوائي، فهو احنا دلوقتي في الوقت ده من السنه بيبقى الجو حر مع رطوبه وبيبقى في احتمال لسقوط مطر. بس ما فيش يعني سقوط امطار يا سعاده السفير؟ في سقوط للامطار؟ لا، ما بقول لحضرتك هو دايما في احتمال دايما لسقوط المطر. تمام. بس هو هنا المطر لما بينزل بينزل بيبقى غزير جدا لمده قصيره، يعني ممكن مثلا يجي في اليوم مثلا نص ساعه. بس بقى نص ساعه دي ممكن تيجي الصبح، ممكن تيجي الظهر، ممكن نقعد يومين ما تمطرش وبعدين تيجي يوم تمطر. يعني تمام. الوقت ده يعني ما بيتعرفش المطره الثانية الا مثلا قبلها بيوم او يومين لما بتكون الارصاد قدرت يعني تحدد بدقه شويه هيبقى في مطر في اليوم ده ولا لا. ايوه. وحضرتك مشكورا نقلت الصوره دي كمان، يعني اول ما الاجواء ديت حضرتك نقلت الصوره دي لمنتخبنا القومي، عشان كمان حضرتك عارف اللعيبه بيكون عندها استعدادات خاصه بالنسبه للاحذيه المطر، بيكون استعداد خاص جدا. حضرتك كمان طمنتهم ان الملعب اللي هيتلعب عليه المباراه كمان من نوعيه النجيل الطبيعي، وده شيء مهم كمان جدا. بس خليني اعرف من حضرتك على الجزء الاخر، كان في طبعا توجو كان اعتذرت على كان في تجمع او يعني مباراه مجمعه، والحكومه في توجو قالت لا مش هنستضيف هذه البطوله، وبالتالي كان في بعض الاخبار هنا في مصر ان فريق توجو هيتواجد هنا ويلعب المباراه الثانيه لمباراه العوده، لكن فوجئنا ان لا، الاجواء او هناك الاستضافه مستمره والنادي الاهلي هيلعب المباراه الثانيه هناك في لومي. هستأذن حضرتك بس اوضح معك الحته ديت. هو القصه انه مع بدايه ازمه كورونا وكده من ضمن الاجراءات اللي قررتها الحكومه هنا هي منع استضافه كل البطولات المجمعه او حتى مؤتمرات مثلا فيها ناس جايه من دول كتير كده، ونظرا لان هم طبعا الموضوع ازمه الكورونا ده احنا محدش معروف يعني مدى الزمني قد ايه. صحيح. هو كل لما بتيجي بطوله يعني ميعاد هيقرب كانوا هيستضيفوها او مؤتمر او شيء من هذا القبيل، يعني في تجمع لناس جايه من دول كتير بيقوموا يا اما مأجلينه او لاغيينه حسب بقى طبيعه الحدث ده ايه. صحيح. هو بس الصدفه ان ترافق البطوله اللي كانوا هيستضيفوها دي مع يعني تاريخ قريب من تاريخ مباراه مصر،
ولكن مباراه مصر ما حصلش خالص النقاش ده، ولا هم يعني كان عندهم استعداد حتى ان هم يلعبوا الماتش الثاني في اي حته ثانيه غير خطوب، بنظر ان الوضع مختلف، يعني ده فريق واحد جاي من بلد واحده، ما فيش اختلاط زي ما في البطولات المجمعه. فالنقطه دي ما كانتش محل يعني نقاش او فيها جدل يعني مع اي طرف. طمنا على بعثتنا ومنتخبنا، البرنامج اليومي اعتقد هيكون في اعتقد التمرين بكره مش هيكون على الملعب الرئيسي، اعرف من حضرتك برضو تحركات وبرنامج منتخبنا ان شاء الله قبل اقامه المباراه يوم الثلاثاء. يعني هم حضرتك وصلوا من شويه زي ما قلت لك، وراحوا توجهوا للفندق، في الفندق اتعملت المسحه و هيقضوا بقى بقيه اليوم النهارده في الفندق يعني، وبكره هيبقى في التمرين على في حدود معلوماتي هيبقى على الملعب اللي هتقام عليه المباراه تقريبا في نفس توقيت المباراه اللي هو الساعه 4 بتوقيت يومي. هو الفرق بيننا وبينهم يا سعاده السفير قد ايه؟ ساعتين. تمام، هنا قبل مصر بساعتين حضرتك. قبل مصر بساعتين سعاده السفير، ممكن حضرتك تقول لنا؟ نعم لا، وبعد يعني المباراه بحاجه بسيطه الفرقه هتسافر تاني، هتمشي لمصر يوم الثلاث بالليل ان شاء الله. ان شاء الله ردود افعال النهارده او التمرين بكره هيكون على الملعب ان شاء الله، على الملعب اللي هتقام فيه المباراه زي ما سعاده السفير قال. ردود الفعل الخاصه بالصحف ووسائل السوشيال ميديا حتى اللي اتكلمت عن فوز المنتخب امبارح بهدف نظيف، كانت ايه ردود الفعل في المدينه يا فندم في توجو؟ يعني هو حضرتك بصراحة أنا أقول لكم طبعا هنا هم ما كانوش متوقعين النتيجة دي ولا يعني الأداء ده، فاللي حصل امبارح خلاهم شوية يطمعوا في الماتش، فيعني اللهجة عالية والأمال هنا زادت بخصوص الـ يعني المباراة اللي جاية مع مصر. هم كانوا متوقعين نتيجة أكبر، يعني متوقعين فوز مصر بنتيجة كبيرة مع يعني. ايوه حضرتك، يعني هم كانوا متوقعين ان النتيجه هتبقى يعني الهزيمه كانت هتبقى اكبر من كده نظرا يعني لفارق الامكانيات والتاريخ. هنا بالنسبه لهم منتخب مصر ده حاجه كبيره قوي يعني، والنجوم اللي فيه طبعا يعني كلهم هنا معروفين، وبالتالي بقى بلغه الكوره سخنوا علينا جماعه يعني الجمهور. صحيح. يعني سقف الامال والتوقعات ارتفع. طبعا طبيعي. صحيح. هو طبعا ما فيش اي، طبعا حضرتك بتتكلم ما فيش طبعا حضور جماهيري خالص، وزي ما حضرتك قلت النهارده كان في مسحه لفيروس كورونا لكل اللعيبه، ان شاء الله نتمنى كل اللعيبه تكون سليمه 100%، لكن طبعا وجود جماهير مش موجوده، لكن الاهتمام على الصحافه الرياضيه في توجو الاهتمام شكله عامل ازاي، وخروج كمان الصحف قالت ايه، اهم العناوين الصحافه قالت ايه على منتخبنا. هو حضرتك يعني هنا طبعا الصحف مش كتيره زي مصر وكده، يعني هو هنا ما فيش غير صحيفه واحده بس يوميه هي اللي بتطلع اصلا، بتطلع كصحيفه ورقيه وبتطلع يعني وبتطبع بدري شويه كمان، فهم يعني لسه. بس اكيد تكلمت عن الحدث ده يا سعاده السفير. لا، ما هم طبعا هيك متابعين الماتش من قبل كده ومتابعين في مصر ايه اللي بيحصل، يعني هم تركيزهم اكتر على الفريق المصري ولاعيبه الفريق المصري نظرا لان هو الشهره والسمعه وكده والاقوى اكيد، مركزين اكتر على متابعه اخبار الفريق المصري، اسامي اللعيبه ومين جاي ومين مش جاي لكن هم بقول لحضرتك يعني هي خلاص حتى على المواقع كان نفسهم اكيد يكون صلاح موجود وكده يعني، كان اعتقد برضه عشان يتصوروا معايا كان يعني كانوا منتظرين، واحنا عارفين صلاح ما بيروح اي دوله في افريقيا بصراحه كل الناس بتتابعه، وحتى على مستوى اللعيبه بتتصور معاه صلاح قيمه كبيره جدا جدا، فطبعا هم هيفتقدوا وجود صلاح هناك. لا، هو كان نفسهم اكثر كمان ان الماتش يبقى بجمهور بصراحه، يعني الجمهور كان نفسه يشوف فريق بمستوى الفريق المصري لان مش طبعا ما بيجيش كتير يعني هنا فرق كبيره كده، فهو ده اللي مزعل الجماهير اكثر يعني. وطبعا بقى مع حته ان يعني سقف التوقعات زاد ده برضو مخلي الجماهير زعلانه اكتر انها ما حضرتش، انما هم هنا بصراحه الجمهور عامه مسالم ويعني بيتعاملوا مع المناسبه زي حضور الفريق المصري بان دي يعني مناسبه فرح.
مش طبعا مناسبه طب مش مباراه او يعني بالمنظر يعني. سعاده السفير احنا بنشكر حضرتك جدا وبنشكر حضراتكم على مجهوداتكم في استقبال البعثه، واسمح لنا ان احنا كمان ان شاء الله يوم الثلاث يكون في مكالمه اخرى نطمن فيها برضو على البعثه قبل ان شاء الله ما المباراه تتلعب. نشكرك جدا جدا. شكرا سياده السفير. شكرا سياده السفير.